اللي حزرت مدينة الحسيمة ما صبت فيها لا أثر ديال الحرق ولا ديال النهب ولا سيارة مارسين ولا فيترينة مارسين ولا نهب ولا كسر ولا والو. كاين اللي كان هو بزاف ديال الشباب المحيط ديال المحكمة كينتظروا يعرفوا النتيجة ديال القرارات القضائية. أمل كبير أن غادي يوقع الإفراج عنهم، وعلى كل حال حتى إذا ما وقعش الإفراج عندهم عندهم أمل كبير أن سيدنا غادي يتدخل بالشعب ديالهم، واللي غتكون هي هي انطلاقة ديال الإشعار بأنه سيدنا راضي على هذه المنطقة هذه وغادي يحل مشاكل. بالنسبة لموضوع الجنة اللي تذكرتي في المرافعة ديالك، كيفاش أنا كنظن بأن القاضي اللي كيسيب نفسه أمام هذه الوضعية هذه كيكون كيدوز امتحان رباني، كيكون الله غادي يمتحنه، اللي ما عندوش الشجاعة وغادي يواجه الكل، غادي يواجه المؤسسات والأحزاب وصحاب النفوذ وصحاب القرار، وما غادي يظلمش، وحينئذ راه غادي يدخل الجنة، غادي يكون شفاء الجنة، لأن الله جربه في الدنيا واعتهدوا غادي يطبعوا بالجنة إلى نهاية مطاف حياته. إما غادي يمشي مع التعليمات إذا كانت ظالمة ومع المصالح اللي كاين مصالح اللي كتمنع أنه سيدنا يوصل للحقيقة، لأنه غادي يطرد أغلبية ديال المحيط ديالو وغادي يجعل حد هذه الحكومات. هادو يمكن لهم إذا اتحدوا يضغطوا على القاضي ويتبعوا له بالقول أن هذه قضية مرتبطة بالاستقرار ديال البلاد وبالأمن ديال الدولة وبالمستقبل ديال الأمة وبالخيانة العظمى وبالمصالح ديال الأجانب، لكن غير المصالح ديال الواحد العصا ديال عباد الله جالسين كينهبوا في المغرب وكيسرقوه وكيسكتوا يماه. هذوك هما اللي خصنا نتحيطوا منهم ونتمنى ان هذه من طرف السلطه القضائيه، وبالتالي الطرف اللي جاب خارج من السلطه القضائيه لا يحتسب بانه تعذيب للحصول على تصريحات او على اعترافات. الامر انه حتى حد ما عنده الحق يضرب المغاربه في الزنقه ويديهم الكوميساريه ويعطيهم السلطه القضائيه. هذه العمليه راه ما كايناش، النيابه العامه اللي كتحصل امر بالاعتقال وتصيفط السلطه القضائيه تعتقلك او لا تسليك، لان انا كنت متيقن انه ناصر الزفزافي لو كانت النيابه العامه طلبت في السلطه القضائيه ولا السلطه القضائيه امام التعليمات ديال النيابه العامه صيفطت له استدعاء كان يمشي للكوميساريه، كان يجي للكوميساريه على خاطره بلا تصدع هذا كله. اما تصيفط البوليس يعتقله هذه شويش خايبه، اما البوليس في الزنقه اللي يضربوا عباد الله باش يديهم الكوميساريه هذه راه ما كايناش، هذه راه ما شنو المصير دابا؟